السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا كور ديال الشيمياء على الموقع www.exomaroc.com. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا النومبغ دو أوكسيداسيون أو مصطلح آخر لو دوغري دو أوكسيداسيون. حيت تسمع دوغري دو أوكسيداسيون راه هي النومبغ دو أوكسيداسيون. ألوغ على حساب البروف أشنو خدام لك أنت في الكور ديالك. ألوغ أول حاجة باش نعرفوا النومبغ دو أوكسيداسيون كنعرفوا أنه نومبغ عدد، يعني العدد ديال واحد الاكسيداسيون كان يحددو. الوغ اول حاجه نشوفو النوع الاول، نشوفو لا نومبر دو اوكسيداسيون ديالو، وهو المونو اتوميك. المونو اتوميك ينقسم لجوج، كاين مونو اتوميك نوتر و مونو اتوميك ايونيك. الوغ المونو اتوميك شكون هو؟ هو واحد العنصر كيميائي سي سامبل ما كيكونش مترابط مع شي عنصر واحد، يعني في جدول بسيط عنصر واحد هذا كيتسمى مونو اتوميك. الوغ نوتر يعني انه ما كيكونش عنده واحد لا دوغري، هنايا كما كتشوف ما كيكونش عنده هنايا اس ناقص 2 اس ناقص 1 كما كتشوفوا سي اش اف سي ال الى حدنا 2 او اي اش صافي. هادو كيتسمى مونو اتوميك نوتر. هادو لو نومبر دو هنايا لو نومبر دو لو نومبر دو اوكسيداسيون ديالهم اشنو كيساوي بالنسبه لهذا؟ النومبر دو اوكسيداسيون كنوصلو ان او، هذا هو النومبر دو اوكسيداسيون كيساوي لنا توجور زيرو. الوغ النومبر دو اوكسيداسيون ديال هاد العناصر كيساوي زيرو الى كان هاد العناصر مونو اتوميك نوتر. او بالنسبه الى كان مترابط مع ذاته، مع ذاته مترابط مع نفسه، بحال هاد سي ال 2 راه مترابط مع نفسه، او 2 مترابط مع او 2 اخرى نفسها، اي مترابط مع اخرى، اش اكسيتيرا راه مترابط مع نفسها، اف 2 اس 2 اكسيتيرا سي 2 اكسيتيرا. النومبغ ديالو كيساوي لنا زيرو. هذا هو النوع الاول بالنسبه للنومبغ دو اوكسيداسيون، وهو المونو اتوميك. النوع الثاني وهو المونو اتوميك ايونيك. بالنسبه للمونو اتوميك ايونيك سي سامبل، وهو اللي كيكون عنده لا دوغري، هنايا عندك هنايا دو بلوس، عنده لا شارج. لا شارج هنا كيف كنشوفو موجبه دو بلوس، لا شارج نيجاتيف، لا شارج 3 بلوس. هذا لو نومبغ دو اوكسيداسيون ديالو هنايا نديرو هنايا الوغ، يعني انه كي تكتب على شكل نديرو هكا لا فورم ديالو على شكل اكس اس ان، اما كتكون بلوس ولا موان. لو نومبغ دو اوكسيداسيون ديال هاد العنصر هذا، لو نومبغ دو اوكسيداسيون ديالو شحال كيساوي؟ كيساوي لنا بلوس ولا موان ان، داك العدد اللي عندنا هنايا. اكزومبل بحال بي، هذا ام جي دو بلوس، ام جي دو بلوس. الوغ ام جي دو بلوس لو نومبغ دو اوكسيداسيون ديالو، دو اوكسيداسيون هو لو نومبغ اللي عندنا هنا، دو بلوس يعني بلوس دو، صافي. الوغ بي ان، الوغ شنو عندنا؟ بي ان موان، يعني انا النومبغ دو اوكسيداسيون ديالو موان ان، صافي موان ان. الوغ هذا اف او 3 بلوس، الوغ النومبغ دو اوكسيداسيون ديالو هو بلوس 3 اكسيتيرا. الوغ هادشي كيما كنشوفو انه ساهل بزاف. الوغ نمحيو هادو. الوغ نتمنى انكم فهمتو هاد البارتي الاولى. البارتي الثانيه نشوفو شكون هو بولي اتوم. بولي اتوميك سي سامبل هو بحال مونو اتوميك، غير هاد مونو اتوميك كيكون عنصر واحد، اما الا زدنا لواحد مونو اتوميك اخر واحد العنصر اخر كيولي بولو اتوميك، يعني متعدد الذرات. يعني كيكون عندنا ان ومعها اش، عندنا سي ال ومعها او اكسيتيرا، هذا كيتسمى بولي اتوميك. هذا باش نزيدو لا نومبغ دو اوكسيداسيون ديالنا. الوغ هذا الصيغه ديالو علاش كيتكتب على شكل اكس؟ اكس مترابط مع ا اكزومبل هكا، و بي و هكا سي اكزومبل بحال هكا هكا، و كيكون عندو اس ان ان بلس موان. الوغ اشنو قلنا؟ قلنا انه بحال هذا اكزومبل ان وهو اكس، بحال هكا اكزومبل اش هنايا هو ا، وهنا اش، اش مترابط اربعه المرات كما كنشوفو اربعه اش اكسيتيرا. هذا هو الصيغه لا فورم ديال هذا المونو اتوميك. الوغ اش كيساوي لنا لو نومبر دو اوكسيداسيون؟ الوغ هذا العدد اللي عندنا هنا وهو بلوس موان ان كيساوي لنا لا سوم، المجموع ديال لو نومبر دو اوكسيداسيون، يعني المجموع ديال النومبر دو اوكسيداسيون ديال سي و ا و بي الا جمعتيهم و اكس جمعتيهم كاملين كيعطينا ان. الوغ اكزومبل بحال هذا ان اش 4 بلس. الوغ لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال هذا كامل، لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال هذا كامل هو نومبر دو اوكسيداسيون ديال هذا كامل شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ان، سي بيان. الوغ علاش كيصلح هذا؟ باش نقدروا نجبدوا بحال ان، الا كنا عارفين ان لو نومبر دو اوكسيداسيون اش
كيساوي لنا بلس ان. دابا نفهموها الوغ نقولوا حنا النومبر دو اوكسيداسيون عارفينها اش كيساوي ان، يعني ان اشنو كنديروا هنايا؟ كنديروا ان بلس اشحال عندنا من اش؟ عندنا 4 4 فاش في لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال ان ديال اش هما 1 1 كيساوي لنا 1 صافي. نكتبوا حنا 1 عادي ياك باش نفهم، 1 كيساوي لنا 1. نجبدوا لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال ان، يعني ان شحال كتساوي لنا؟ ناقص 3. 4 في 1 4، 4 الى جبناها لهنا غتولي ناقص 4، ناقص 4 زائد 1 ناقص 3، يعني لو نومبر دو اوكسيداسيون ديال ان كيساوي لنا ناقص 3. هادشي اللي كيصلح هاد لا سوم ديال ان انه كيساوي لو نومبر دو اوكسيداسيون. الوغ اكزومبل اخر، اكزومبل اخر اذا كان عندنا اكزومبل بحال هذا سي ال، سي ال او 4 موان. الوغ لا سوم ديال نومبر اوكسيداسيون ديال سي ال او 4 او اش او كيساوي لنا موان موان 1 يعني ناقص 1 سي بيان. وكنجبدو اكسيتيرا سي ال حيث او كيساوي لنا بلوس مولا موان 2 على حسب اشنو عطينا في ليكزارسيس. هادشي غنفهمو في هاد البارتي الثانية. الوغ هاد البارتي هادا شنو كتقول لنا؟ هاد الرومان كتقول لنا كتقول كتقول ان توجور هاد اش هادا هاد الهيدروجين ديما كيكون نومبر دو حيت كيكون مطرف راه ضروري، الا كان بوحدو راه كيساوي زيرو. هو في الحاله فاش كيكون مترابط مع شي عنصر صافي، الا كان مترابط مع شي عنصر بحال ان توجور كيكون كيساوي لنا ان، توجور كيساوي لنا ان الا بعض الحالات. دابا نشوفوا شكون هذا صوف بعض الحالات صافي، غنشوفوا حنا هاد بعض الحالات هنايا. الوغ بعدا نبرهنوا ان 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 اش كياخذ لنا بلس بلس ان. الوغ عندنا الماء اش دوز ياك حيت كيتفكك الماء اش شحال فيه جوج، يعني كيقول لنا جوج دو بلس كيقول لنا بلس شحال بلس زائد عندنا هنا زائد او شحال عندنا هنا بلس وهنا جوج يعني جوج بلس يعني موان دو باش يكون ايكيليبر في هاد الرياكسيون، يعني هاكا حيت كيتفك الماء. يعني دونك اشنو كنسنتجو؟ كنسنتجو ان اش اش شنو بلس ان لو نومبر دوكسيداسيون ديالو داكشي قلنا هنايا كيما فهمنا عدد لي دوكري هنايا كتحطهم هنايا. او شحال هو؟ اي او اي او حتى هو كيساوي لنا لو نومبر دو اوكسيداسيون ديالو هو موان موان دو. هاد جوج هادو ما كيتعطاش في ليكزارسيس، هادو خاصكم حافظوهم في ليكزام ولا شي حاجه. هاد جوج هادو خاصة جوج خاصكم حافظين، هادو ماشي توجور ديما كيكونوا كيساويو موان دو و بلوس ان صافي. كاين بعض الحالات، دابا نشوفو هاد بعض الحالات. هاد بعض الحالات حيت كيكون بحال الا كان اش ولا او كان الكترو نيجاتيفيتي، اذا كان الكترو نيجاتيفيتي هاد او اش فان في هذه الحاله كيكون الكترو نيجاتيفيتي على داك العنصر كيكون لاصق فيه. بحال هذا اش اذا كان الكترو نيجاتيفيتي على ان فانه كيكون كيولي كيساوي اش حكي كيساوي لنا اش كيولي كيساوي لنا موان زد موان صافي. الكترو نيجاتيفيتي ديالك ما كتوليش بلس كتولي موان زد لانه هو الهيدروجين اكبر سالبيه صافي. اكزومبل بحال هاد ثلاثة هاد العناصر، هاد ثلاثة العناصر هما اللي عندنا في هاد الحالة ثلاثة العناصر فاش كيكون اش كيكون توجور كيساوي لنا موان زا. بحال ال ال اش 3 هنا ديما اش كيكون عندنا موان زا. علاش؟ دابا نفهموها. او عندك حتى الاخرى سي ا اش 2 او ان 2 اش، هاد ثلاثة هادو ديما اش كيكون، حفظوا هاد ثلاثة ديما اش كيكون موان زا. بالنسبة للعناصر الاخرين كيكون بلس ان. علاش؟ لانه على حسب الجدول الوصفي، خاص تكون حافظ الجدول الوصفي، ولكن هاد الثلاثه الا حفظتهم راه مزيان. الو اشنو علاش الهيدروجين؟ علاش الهيدروجين هنا؟ لان قلنا انه هذاك الكترون نيجاتيفيتي على هاد العناصر الاخرين. الا جينا نشوفو هنا كنعرفو ان الهيدروجين، هاد الهيدروجين اكبر سالبيه من الصوديوم ان 2 الصوديوم، واكبر سالبيه من الكالسيوم، واكبر سالبيه من الالومنيوم صافي. الصوديوم والالومنيوم وهذا راه الهيدروجين كبر منه. باش كنعرفوها كنعرفوها بالجدول الوصفي، خاص تكون حافظ الجدول الوصفي. الوغ راه كنعرفو الجدول الوصفي كيبدا ب اش ال اي اكسيتيرا كيمشي حتى ل اف ار كتعقل هكا اش. المهم ما كاينش جدول وصفي، خاصكم نتوما قلبوا عليه. بي ار هنا ام او هنايا حزنا صافي هكا طا 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 كيجي لهنا كيولي بي بي وهنا سي وهنا ان وهنا او هنا اف هنا ال هنا سي وهنا بي وهنا سي وهنا سي ال اكسيتيرا وهنا كيكون هكا كيكون الجدول الوصفي. الوغ باش نعرفو شكون هو
شكون هو الاكبر سالبيه والكترون نيجاتيفيتي. الكترون نيجاتيفيتي هما اللي كيكونوا هكا الفوق صافي. الكترون نيجاتيفيتي هما اللي كيكونوا الفوق اتجاه الفوق وكيكونوا في هذا الاتجاه. هذا الاتجاه كيكونوا الكترون نيجاتيفيتي. هذا هو اكبر سالبيه تكون في هذا الاتجاه. يعني نجي نشوفوا يعني شكون اللي اكبر سالبيه. اف اكبر سالبيه من او، او اكبر سالبيه من ان، ان اكبر سالبيه من سي، سي اكبر سالبيه من بي اكسيتيرا. حنا ماشيين هذه اكبر من هذه اكبر من هذه اكبر من هذه الفوق. عاوتاني نفس الحاجه اش كبيره من ال نلقاو هنايا، هنا فين نلقاو سي ا، سي ا هنايا سي ا يعني سي ا اكبر منه اش. علاش اش اش كبر من سي ا؟ دونك هنايا كما كنشوفوا اش الكترون نيجاتيفيتي على سي ا، دونك عليها قلنا كيساوي لنا موان زا اكسيتيرا. نتمنى لكم فهمتوا هذا الطبيب الشيء. راه قريتو الو، قريتو في العام الاول الو نحيو هذا. قلنا بعض العناصر هنايا نفس الحاجه بالنسبه للاكسجين. حتى الاكسجين تقدر تاخذ جوج حالات، تقدر اما تاخذ موان زا اما تاخذ بلوس دو. فوقاش كتاخذ موان زا؟ اذا كان جوج عناصر. هاد العناصر هما اش دوزو او دو اي ان ا دو او دو صافي. اذا كان الاكسجين في هاد الادو بيروكسيد، اذا كان بيروكسيد يعني بيروكسيد يعني اذا كان محصور، اذا كان مع اش دوزو كان مع ان ا دو. هنايا كيكون الاكسجين نون نومبر دو اوكسيداسيون ديالو كيساوي لنا موان ز. بالنسبه للاكسجين حنا راه صافي ساينا نقدر فهمنا. الوغ دابا الحاله الاخرى فاش كيكون هذاك الكترو الكترونيجاتيفيتي. الا كان الكترونيجاتيفيتي يعني ان بحال او اف 2 كنعرفوا ان او الكترونيجاتيفيتي على اف على اف او يعني ان لا نومبر دو اوكسيداسيون ديالو ما كيكونش كيكون عندنا هنا موان ز. يعني الكترونيجاتيفيتي كتبدل الاشاره كيقول بلس 2. نفس الحاجه بالنسبه لهذاك كيكون عندنا الهيدروجين ان، ولا كان الهيدروجين الكترونيجاتيفيتي على هذاك العنصر الاخر كيولي بلس 2 بلس موان ز موان ز. الو نتمنى انكم فهمتوا هذا الكود، نتمنى انكم فهمتوا التوشيه ديال الكترونيجاتيفيتي والمسائل ديالها. الو المهم في الامتحان وكذا توجو كيعطيك اش كيساوي بلس 2 اي او كيساوي موان ز صافي. باش كيصلح هذا الشيء، باش كيصلح هذا لو نومبر دو اوكسيداسيون، علاش كيصلح بزاف في هذا الكور ديالكم؟ هو باش ندير واحد الاليكيليبر بالنسبه لواحد الرياكسيون. كتكون عندنا واحد الرياكسيون بغينا نديرو اكيليبر، راه كنخدمو هادشي راه لان غادي تشوف واحد الرياكسيون صعاب شوي، ماشي بحال دوك الرياكسيون الساهلين كذا طق طق كتخدمهم طيلا. كاين واحد الرياكسيون اخرين كيكونوا صعاب، ضروري انك تحسب لو نومبر دو اوكسيداسيون ديالهم. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، نتمنى لكم فهمتوا هادشي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باش نكملو الكور ديال الشيمي ان شاء الله.